بص حضرتك الشيء اللي انا ما ذكرتش ايجابي، الاخبار النهارده الدوليه كان فيها اخبار اخرى حادث العناوين الرئيسيه، يعني كل القنوات الرئيسيه زي سي ان ان والبي بي سي وغيره والنيوز، كل دول كانوا جايبين حادث اختطاف الطائره الاثيوبيه الصبح، تعيين ماتيو رينزي رئيسا للوزراء، اظهر رئيس وزراء اثيوبيا، في احداث ليله اخرى. معلش عفوا سياده الوزير كمان على المقاطعه، لكن اظن كمان ان كمان في نقطه ايجابيه من اصداء الصحافه الغربيه منذ امس وحتى اليوم، ان بقى في استخدام او الحادث ده للاسف نتج عنه شيء يعني للاسف ايجابي، لكن ده اللي حصل، اكبر الصحافه الغربيه على استخدام تعبيرات واضحه ان مصر تتعرض لهجمات ارهابيه من قبل الجماعات المتطرفه، من قبل الجماعات الإرهابية. ما بقاش فيه تاني محاولة تصوير ان مصر اللي فيها صراع سياسي. مظبوط، يعني بالتأكيد الكلام ده كله بيخلي في هناك تعاطف معانا وتعاطف مع المعارضة. يعني برضه لما اقرب وقت معلش سياده الوزير، يعني الوزير اسمح لي اطلب من حضرتك تعلي صوتك شويه لو سمحت. بقول لحضرتك اتمنى يعني ان احنا نتجاوز الحادث وان شاء الله نتجاوزه، وبرضه الاعلام المصري يساعدنا ان احنا نتكلم على الجانب الوزير في المعهد على ارض الوطن ونتجاوزه. حالا يا فندم هيستجيب الاعلام المصري لطلب حضرتك، في طلب اعتبره من صفحه جديده تحديدا، دعم وزارة السياحة يستمر بالشكل اللي كان حاصل السنة اللي فاتت، السنة دي برضو بإذن الله، الخاص بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ومهرجان الأقصر أيضا للسينما الأوروبية، كانت أحداث في غاية الأهمية، مدينتين أو المدينة عظيمة، متحف مفتوح، والدعم اللي حصل للسينما والافواج الاجنبيه يعني حضرتك ادرى مني بتاثيرها الايجابي على السياحه. مظبوط كلامك يا فندم، هنستمر يا فندم في اداء هذه الرساله ونستمر في وضع التعليق في كل المدن السياحيه المصريه، وهنستمر في عملنا نتجاوز ان شاء الله المشكله اللي هي تعرضنا عليها باذن الله. شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا على المداخله الكريمه، ومنتظرين حضرتك تشرفنا في صفحه جديده. الله يا فندم.